هادئة جدا. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير إلى العناوين. حزب الله اغتيال بدر الدين ناجم عن قصف مدفعي للجماعات التكفيرية والمرصد السوري ينفي. جمعية المصارف تؤكد الالتزام بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات. 840 ألف ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع غدا للمشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان. الساعات 24 بعد مراسم دفن القائد العسكري رأس التركيبة الميدانية لحزب الله في سوريا مصطفى بدر الدين، فتحت المجال لمزيد من الأسئلة حول كيفية سقوطه على الرغم من البيان الصادر عن حزب الله. فالبيان الذي قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إنه سيجيب على كل الأسئلة لم يتمكن من الإحاطة بكامل جوانب ما حصل، فالانفجار لم تتضح طبيعته، وإن تحدث البيان عن أن مقتل بدر الدين جاء عبر قصف مدفعي للجماعات التكفيرية في وقت نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان رواية الحزب واعتبرها غير صحيحة، مؤكدا أن المنطقة لم تتعرض لأي قصف خلال الأيام الماضية. والسؤال الأساس، هل سيتمكن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله أن يزيل الغموض والشكوك التي علقت في أذهان الناس وفي عقول الخبراء العسكريين في كلمته المرتقبة يوم الجمعة المقبل في ذكرى أسبوع بدر الدين؟ في أي حال، فإن حزب الله الغارق في حيثيات خسارته لقائده الميداني كان قد شن هجوما على المصرف المركزي في ضوء التزامه بالإجراءات الأمريكية، فجاءه الرد من جمعية المصارف التي أكدت أن التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف. انتخابيا، أحد جبل لبنان ينطلق غدا وسط حماوة لافتة على امتداد الأقضية الستة، ومن الأماكن التي ستشتد فيها المنافسات الإغبيري وجوني والحدث وسن الفيل ودير القمر. إذن البداية من جديد، مقتل المتهم الرئيسي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القائد العسكري لحزب الله مصطفى بدر الدين. فحزب الله أكد أن قصفا مدفعيا من قبل الجماعات التكفيرية أدى إلى مقتل بدر الدين، في حين نفى المرصد السوري هذا الأمر. بعد تشييعه القائد العسكري في صفوفه مصطفى بدر الدين، أعلن حزب الله أن التحقيقات الجارية لديه أثبتت أن الانفجار الذي استهدف أحد مراكز الحزب بالقرب من مطار دمشق الدولي ناجم عن قصف مدفعي قامت به الجماعات التكفيرية المتواجدة في تلك المنطقة. وتابع البيان الصادر عن الحزب أن نتيجة التحقيق ستزيد من عزمنا وإرادتنا وتصميمنا على مواصلة القتال ضد هذه العصابات الإجرامية وإلحاق الهزيمة بها. وختم حزب الله بيانه بالقول في كل الأحوال فإنها لمعركة واحدة ضد المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة الذي بات الإرهابيون التكفيريون يمثلون رأس حربته وجبهته الأمامية. في المقابل، نفت فصائل مسلحة في المعارضة السورية صحة استهداف بدر الدين، ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عدة مصادر موثوقة في الفصائل المعارضة العاملة في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية ومصادر داخل القوات الحكومية أنه لم يتم إطلاق أي قذيفة صاروخية على مطار دمشق الدولي أو منطقة المطار خلال الأيام الفائتة. وأضاف المرصد أن نشطائه على الأرض لم يرصدوا سقوط أي قذيفة على منطقة مطار دمشق الدولي خلال الفترة ذاتها، وأن ما نشره حزب الله عار عن الصحة جملة وتفصيلا. أنا أعتقد يعني أنه دون تبرئة الجماعات التكفيرية الإرهابية التي يعنيها حزب الله، لأنه أعتقد بأنه من الناحية التقنية يعني من الصعب علي أن أصدق يعني مثل هذا الشرح وهذه السرعة في الاستنتاج
للتحقيق الميداني والتحقيق التقني ويعني الباليستي وعلم المتفجرات. أنا لا أعتقد بأنه لدى الجماعات التكفيرية في سوريا، وأنا أتابع يعني موضوع الحرب في سوريا عن كثب، لأن لديهم قدرات نارية وأسلحة دقيقة للقيام بعمل من هذا النوع، أي استهداف يعني هدف نقطي بفعالية ودقة وقدرة تدميرية هائلة للقيام بعملية اغتيال من خلال ضربة نار. لا أريد أن الأداء القائم بين بعض المنظمات التكفيرية أو كل منظمات المعارضة وحزب الله لأقول بأنهم لا يريدون استهداف قائد بأهمية مصطفى بدر الدين، ولكن أنا أعتقد بأنهم لا يملكون القدرات النارية والتقنية والدقة العالية التي تتطلبها مثل هذه العملية. إلى ذلك، قدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني التعازي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وحزب الله لبنان، مشيرا إلى أن من وصفه بالشهيد البطل مصطفى بدر الدين قد أمضى سنوات عمره في الخط الأمامي لجبهة النضال ضد الكيان الصهيوني وأزلامه في المنطقة. جمعية المصارف تؤكد التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات الذي يعتبر من المستلزمات الضرورية لحماية مصارف لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه والمتعاملين مع المصارف. أعلنت جمعية المصارف أنها مرتاحة للتقدم الذي سجله لبنان على صعيد تثبيت سمعته المالية الدولية بإصدار القوانين المالية الأربعة التي أقرها المجلس النيابي انسجاما مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها. وفي بيان لها، نوهت الجمعية بالجهود التي بذلها وزير المال والمجلس النيابي بإرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومد جسر تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل حماية لبنان ونظامه المالي، كما نوهت بأداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني وآخر مستجداتها اعتبار جافي أن لبنان أصبح مستوفيا كل الشروط الدولية. وأكدت الجمعية أن التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي. وأكدت أن القطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث توجد مصارف لبنان في 33 بلدا وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته. محافظة جبل لبنان على موعد مع الانتخابات البلدية غدا، فما هي أبرز المعارك فيها؟ تقرير مها حطيط. تنطلق غدا المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان. 6 أقضية ستكون على موعد مع معارك انتخابية تتفاوت حدتها، وهي قضاء علي، قضاء بعبدة، قضاء جبيل، قضاء الشوف، قضاء كسروان وقضاء المتن، ويبلغ عدد المقترعين حوالي 800,000 مقترع. في جونيو التي يبلغ عدد الناخبين فيها 16,000 ناخب، هناك معركة محتدمة بين لائحتين. الأولى هي لائحة كرامة جونيو، وهي مؤلفة من 18 مرشح ومدعومة من حزب الكتائب التيار العوني والوطنيين الأحرار، وهذه اللائحة ستواجه لائحة جونيو التجدد، وهي أيضا مؤلفة من 18 عضو يرأسها فؤاد البويري، وتضم في صفوفها 5 مرشحين منتمين إلى القوات. في سن الفيل معركة انتخابية فيها 9,000 ناخب، والمعركة هي بين لائحتين أيضا. لائحة سن الفيل بتجمعنا، وهي مدعومة من التيار العوني والقوات برئاسة جوزيف شاول، وستواجه هذه اللائحة لائحة نعم نحو الأفضل التي يرأسها نبيل كحالي، وهو رئيس البلدية ورئيس قسم الكتائب في سن الفيل سابقا، واللائحة مدعومة من حزب الكتائب والنائب السابق ميشيل المر.
في بلدية دير القمر يبلغ عدد الناخبين حوالي 10,000 ناخب. هناك معركة حامية في دير القمر، خصوصا بعد قرار القوات مواجهة حزب الوطنيين الأحرار ورئيسه في البلدة. فالقوات اللبنانية والتيار العوني ألفا لائحة في دير القمر، هي لائحة دير القمر بلدتي. هذه اللائحة ستواجه لائحة القرار لدير القمر التي شكلها النائب دوري شمعون بالتحالف مع الوزير السابق ناجي البستاني. وفي الغبيري معركة هي الأولى من نوعها. في بلدية الغبيري يبلغ عدد الناخبين حوالي 25,000 ناخب. حزب الله والتيار العوني وحركة أمل ألفوا لائحة الوفاء والتنمية والإصلاح. هذه اللائحة ستواجه لائحة من عائلات الغبيري باسم الغبيري للجميع. أما في برج البراجنة التي يبلغ عدد الناخبين فيها حوالي 18,000، فتشهد البلدية معركة بين لائحتين. الأولى يترأسها عاطف منصور شقيق الوزير السابق عدنان منصور، وهي مدعومة من أحزاب المنطقة، وهي أيضا باسم لائحة الوفاء والتنمية والإصلاح. هذه اللائحة ستواجه لائحة ثانية يترأسها جمال رحال، مدعومة من عائلات المنطقة، وتحمل اسم لائحة قلبي لبرج البراجنة، وهي تضم مستقلين وعائلات من المنطقة. تشهد لائحة قلبي لبرج البراجنة التي تواجه لائحة تحالف حزب الله وحركة أمل انسحابات بالجملة. فحتى اليوم انسحب 3 مرشحين دفعة واحدة من اللائحة بعد تعرضهم للضغوطات بحسب رئيس اللائحة جمال رحال. وفي برجة منافسة حامية أيضا على المجلس البلدي الذي ينتخبه حوالي 14,437 ناخب، وهي بين 3 لوائح. الأولى شكلتها الجماعة الإسلامية بالتحالف مع العائلات ورئيس بلدية برجة الحالي، وهي باسم برجة تجمعنا. أما اللائحة الثانية المدعومة من النائب علاء الدين ترو والحزب الاشتراكي والعائلات، فهي باسم لائحة التنمية والتغيير. أما اللائحة الثالثة فهي تشكلت بقرار من الحزب الشيوعي الذي قرر خوض المعركة مدعوما من العائلات عبر تأليف لائحة غير مكتملة. أما تيار المستقبل فأكد أنه سيكون على مسافة واحدة من الجميع. تشهد جوني ببلداتها الأربع معركة انتخابية محتدمة بين تحالف نعم إفريم والقوات اللبنانية والنائبين السابقين منصور البون وفريد هيكل الخازن من جهة، وجوان حبيش والتيار العوني والكتائب والأحرار من جهة ثانية. وللمزيد معنا مباشرة من هناك الزميلة شهير إدريس. شهير أهلا بك، كيف تبدو الأجواء الانتخابية في جوني عشية بدء جولة الاقتراع فيها؟ فعلا ماهر، كما ذكرت هي معركة ستكون غدا في جوني نظرا لتغيير خارطة التحالفات في هذه المنطقة. هي معركة استثنائية بحسب ما شاهدنا على الأرض، لكن قبل قليل كان قد وصل النائب ميشيل عون رئيس طبعا يعني تكتل التغيير والإصلاح إلى منطقة جوني، وكذلك لدعم لائحة كرامة جوني، حيث تحدث عن أسفه لوجود طابع مالي بامتياز في هذه المعركة، وقال يجب أن نتساءل عن من أين تتم الحصول على هذه الأموال ومحاسبة من يقومون بذلك من رشوة. وطبعا يعني كان هناك مهرجان كبير في هذه المكينة الانتخابية للائحة كرامة جوني، وكان يعني هناك حديث عن أن طابع التحالف خصوصا ليس بلديا بامتياز، هو انتقل من المعركة الداخلية إلى معركة سياسية، ويبدو أنها ستكون معركة حول الرئاسة. وبحسب ما علم تلفزيون المستقبل وفق معلومات أن أيضا النائب سليمان فرنجي قد وصل إلى منطقة جوني، لكن طبعا لم يظهر على الإعلام، لكنه يدير المعركة، وهي طبعا للتحالف ضد في اللائحة الأخرى لائحة تجدد جوني التجدد. وطبعا يعني هي كسر لمعركة ستتحول من معركة بلدية إلى معركة على الرئاسة، وهنا قد يكون الكسر الأخير بين يعني يبدو سليمان فرنجي وميشيل عون على معركة الرئاسة. نعم. إذن سنتابع ما تحدث عنه أو التصريح الذي قام به النائب ميشيل عون لدى زيارته المكينة الانتخابية للائحة كرامة جوني. كنا منتظرين ان تصير الانتخابات
بشكل بسيط. اللي بينتخبوه بيقوموا الآخرين بيهنوه تاني يوم بيشتغلوا سوا لجوني. ولكن مع الأسف اجت صارت معركة مال. هالمعركة منين اجا مالها؟ وليش اجا المال على جوني؟ اللي جابوا المال طبعا لأن ما عندهم حجة ينعوكم فيها، جايين حاولوا يشتروا كرامتكم. كذلك يعني زرنا ايضا الماكينه الانتخابيه للائحه جوني التجدد وهي في حاله من التحضيرات الكبيره، يؤكدون على ان الاحصاءات الى جانبهم وانهم سيفوزون بهذه المعركه، وكذلك يتقاذفون الاتهامات مع اللائحه الاخرى حول وجود المال الانتخابي من اجل اداره هذه المعركه الانتخابيه. كنت تحدثت عبر الهاتف الى النائب السابق فريد هيكل الخازن الذي قال ان هذه ايضا معركة ديمقراطية سنشارك فيها، نتمنى غدا ان يكون يعني على الارض بحسب ما قال هو الاحصاءات انها تتجه لناحية ان تفوز لائحة جوني التجدد، وطبعا نفى ان يكون التحالف الذي حصل في زحل على غرار ما يحصل اليوم، وقال ان نسبة 38% فقط هي للاحزاب والتي تحالفت، واذا كان على هذا المنوال هنا في جوني فسيكون العوض بسلامتكم كما قال. لكن يعني بحسب التحضيرات والأجواء هنا في جوني ستكون كما قلت المعركة حامية جدا بين اللائحتين. نستمع إلى ما قاله أيضا في مقابلة مع تلفزيون المستقبل يعني أحد أعضاء ونائب رئيس اللائحة فادي فياض، بحيث أكد كذلك على أن هناك مال انتخابي يصرف وهم سيسألون عن هذا المال، وهم أيضا سيتخطون في هذه المرحلة غدا يعني معركة قوية وينتظرون ماذا سيحصل في أقلام الاقتراع والمقترعين. نحن بكل صراحة شايفين معركة مشروع الإنمائي ضد اللا مشروع، مشروع الحلم ضد اللا حلم. خليها تكون بعيدة عن السياسة، فلتكن معركة إنمائية محض. ندعي أبناء المدينة ينتخبوا لمصلحة المشروع الإنمائي الأفضل اللي هو واضح مشروع لائحة جوني تجدد مسيرة عطاء. إذن كما سمعنا فادي فياض عن لائحة جوني التجدد، كذلك كان لنا وقفة مع لائحة كرامة جوني ومع أيضا يعني حزب الكتائب الذين يدعمون هذه اللائحة. كنا تحدثنا إلى نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ حول المعركة الانتخابية، وكذلك مع جوان حبيش وهو رئيس لائحة كرامة جوني، وقالوا أن يعني المعركة واضحة في هذا في جوني بالذات. جوني هي معقل منطقة كسروان، قضاء كسروان، وطبعا ستؤسس هذه المعركة إلى الانتخابات النيابية وكذلك للانتخابات الرئاسية، على أمل أن تكون معركة هادئة غدا. ودعوا المقترعين إلى التصويت لطبعا كرامة جوني وإلى ضميرهم، الاستماع إلى ضميرهم من أجل تحديد يعني منحى الانتخابات ومنحى إلى من ستفوز أي لائحة من أجل جوني بالذات ومن أجل إنماء جوني. نستمع إلى ما قاله أصايغ وجوان حبيش. يعني جو تنافس ديمقراطي مهم كتير بنتيجة أهل جوني عيلة وحدة. اليوم في نظرتين للأمور، في نظرة بتقول أنه حابين نغير، حابين نعطي جوني حقها بطريقة مختلفة، في نظرة بتقول لا نقدر نكفي وبعد مع بعض التحسينات. نحن كحزب كتائب بعد ما شفنا رأي أهلنا بجوني لقينا أنه يعني الدعم لهيدي اللائحة، لائحة كرامة جوني، هو اللي رح يؤدي أنه يوصل مجلس بلدي من سجن مع بعضه. رايحين على نهار ديمقراطي بيرجع بيصلح الأوضاع بمدينتنا بجوني. هون تحضيراتنا الحمد لله على أتم استعداد، نحن نفوت بهذا النهار الكبير بكره. النتائج رح تكون بتبيض الوجه لترجع كرامة جوني محل المفروض تكون. وإلى الحدث إحدى أقوى المعارك في ساحل المتن الجنوبي، ومعنا من هناك مراسلنا شربل العبود. شربل، كيف هي الأجواء لديك عشية الانتخابات البلدية والاختيارية؟
كما ذكرت رشا، هنا قد تكون أكبر معارك الانتخابات البلدية على ساحل المتن الجنوبي، خصوصا وأن في الحدث أكثر من 13600 ناخب مدرجين على لوائح الشطب. بالعادة يتوجه إلى صناديق الاقتراع حوالي 50% من الناخبين في هذه البلدة، خصوصا وأن الانتخابات دائما تتسم بها بالحماوة. لائحتان أساسيتان تتنافسان في الحدث، لائحة برئاسة رئيس البلدية الحالي جورج عون، وهي اللائحة المدعومة من تضامن شباب الحدث وبالتالي التيار الوطني الحر، وفي المقابل لائحة يرأسها رئيس البلدية السابق أنطوان كرم. هنا يمكن القول في الحدث أن الانتخابات يعني هي خليط بين السياسة والعائلية أيضا، إذ أن العصب العائلي يلعب دور أساسي في هذه الانتخابات. إذن كبرى انتخابات البلدية في ساحل المتن الجنوبي ستكون هنا في الحدث، إنما أيضا هناك معارك أخرى، مثلا في فرن الشباك هناك معركة بين لائحتين، المعركة عائلية بين لائحة يرأسها شارل بوحارب ولائحة يرأسها رئيس البلدية الحالي ريمو سمعان. في الحزمية أيضا معركة تمتزج فيها السياسة بالعائلية بين لائحة يرأسها جان الأسمر ولائحة أخرى يرأسها جورج باسيل ويدعمها أيضا التيار الوطني الحر. إذن يعني يمكن القول أن المعارك في هذه المنطقة من المتن الجنوبي ومن قضاء بعبدة يمتزج فيها العائلي بالسياسي. ساعات قليلة إذن وسيتوجه الناخبون هنا إلى صناديق الاقتراع. طبعا الحدث يمكن القول بأنها تغلي الآن، خصوصا لجهة حركات الماكينات الانتخابية في البلدة. يعني سنحاول أن نريكم اللافتات الكثيرة التي رفعت والتي تدعو للمشاركة في هذه الانتخابات، سواء من اللائحة التي يرأسها رئيس البلدية الحالي كما ذكرنا، أو اللائحة التي يرأسها أنطوان كرم. على كل الكلمة هنا ستكون لصناديق الاقتراع في يوم انتخابي طويل يبدأ عند الساعة 7 من صباح يوم غد. طبعا تلفزيون مستقبل يواكب هذه الانتخابات بتغطية شاملة. رشا، مراسل تلفزيون مستقبل شرب العبود، شكرا لك. يتوجه غدا أكثر من 834 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان. وقد أنجزت وزارة الداخلية التحضيرات اللوجستية ودعت المرشحين للالتزام بالقوانين التي ترعى هذه الانتخابات، كما طلبت من قوى الأمن الداخلي التشدد في تطبيقها. الاستعدادات الإدارية والأمنية واللوجستية لضمان توفير أفضل الشروط لإتمام المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، تابعها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي بقي على تواصل مع غرفة العمليات المركزية في الوزارة بحسب بيان أصدرته. وفي إطار الاستعدادات أنجزت الدوائر المعنية توزيع وتسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام ومساعديهم، فيما تولت غرفة العمليات المركزية معالجة كل الشكاوى والمشاكل التي اعترضت حسن سير العمليات التحضيرية. على صعيد آخر دعت الوزارة المرشحين إلى الالتزام بالقوانين التي ترعى الانتخابات، كما طلبت من قوى الأمن الداخلي التشدد في مكافحة أي رشوة انتخابية، ومن المحافظ والقائم مقامين تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع. ودعت الوزارة وسائل الإعلام لتحفيز الناخبات والناخبين على ممارسة حقهم وواجبهم في التعبير الديمقراطي بعيدا عن التشنج. قيادة الجيش دعت في بيان المواطنين إلى التجاوب التام مع التدابير والإجراءات التي اتخذتها قوى الجيش للحفاظ على أمنهم وسلامتهم ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع ضمن أجواء من الحرية والطمأنينة والديمقراطية. وأكدت قيادة الجيش التي اتخذت تدابير ميدانية في جبل لبنان عشية الانتخابات، أكدت أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو لعرقلة سير الانتخابات، وذلك تحت طائلة التوقيف الفوري للمخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص، داعية إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي إشكال أمني أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117. في النشط بعد الفاصل، تواصل الدعم والتأييد للائحة محمد السعودي. والمشنوق يهنئ الفهود بالحلول بالمركز الأول عالميا في مسابقة المحارب.
المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. حزب الله: اغتيال بدر الدين ناجم عن قصف مدفعي للجماعات التكفيرية والمرصد السوري ينفي. جمعية المصارف تؤكد الالتزام بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات. 840 ألف ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع غدا للمشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان. في معلومات لتلفزيون المستقبل، أن قوى الأمن الداخلي في الجنوب أوقفت المسؤولين عن رمي القنابل في حاصبية منذ يومين، وهم ربيع فرزان ونادر خضر ونديم شرف، الذين اعترفوا في التحقيق أن مسؤول الحزب الديمقراطي في حاصبية وسام شروف طلب منهم القيام بذلك. أكدت قيادتا تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على ضرورة تمرير الانتخابات البلدية والاختيارية في إقليم الخروب بشكل سلس، وشددتا على التحالف السياسي المتين والثابت بينهما. توجت قيادتا تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعاتهما التنسيقية لمتابعة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية في إقليم الخروب باجتماع عقدته في مركز التيار في قصر القنطاري، حضره عن التقدم أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الإعلام رامي الريس ووكيل داخلية إقليم الخروب سليم السيد، وعن المستقبل الأمين العام للتيار أحمد الحريري ومنسق عام جبل لبنان الجنوبي محمد الكجك. بتوجيهات الرئيس سعد الحريري، أول ما أعلنت إجراء الانتخابات البلدية كان في قرار أنه نكون على تشاور دائم مع أخواننا بالحزب التقدم الاشتراكي، وأنه نوصل لتفاهمات في معظم المناطق اللي منتقاطع فيها. اللي بأكد أنه كان في نوايا سليمة بين الطرفين حسيناها للوصول لأكبر قدر من التفاهمات. طبعا نحن بتيار المستقبل توجيه تبع الرئيس انه ممنوع يصير في مشاكل مع الحزب التقدم الاشتراكي بأي منطقة من المناطق، عشان آخرة النهار الحلف اللي موجود بالسياسي هو كبير، الحلف اللي موجود بالسياسي بيتقاطع على العديد من الثوابت اللي نضلنا كرمالها قبل 14 شباط 2005 وما بعد 14 شباط 2005. هيدي العلاقة اللي إلى تاريخ مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هيدي العلاقة المستمرة مع دولة الرئيس سعد الحريري واللي مستمرة مع الرفاق بتيار المستقبل اليوم وبكرة بكل المحطات وبكل المواقف. بالتأكيد أي اختلاف بالسياسي، أي اختلاف وجهات النظر أحيانا بيحصل، ولكن لا يؤثر على هذه العلاقة الثابتة على الإطلاق. لذلك اليوم عم نستكمل هذا التنسيق وعم نستكمل هذا التشاور بيناتنا. هذه العلاقة السياسية مع تيار المستقبل وهذا التنسيق التام على المستوى الانتخابي كان أولوية بالنسبة للرئيس وليد جملاط أن يكون مع تيار المستقبل والقوى السياسية الأخرى بالإقليم لإنجاز هذا الاستحقاق بأكبر قدر ممكن من التفاهمات. قرار رئيس الحزب وتوجيه رئيس الحزب كان واضح من بداية انطلاق العملية الانتخابية على في الاستحقاق البلدي، أن يكون التنسيق تام، التشاور تام، ومحاولة إنجاز أكبر تفاهم مع تيار المستقبل في إقليم الخروب وغيره من المناطق اللي نحن عنا قواعد مشتركة فيها. وختم الحريري بالتأكيد على التنسيق ساعة بساعة مع الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل في إقليم الخروب لتمرير اليوم الانتخابي بشكل سلس من دون أن تشوبه أي شائبة تعكر صفوه. اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن صيد على موعد في 22 من أيار الجاري مع تجديد عهد إنمائها ونهضتها الحديثة التي شهدتها مع المجلس البلدي برئاسة محمد السعودي وستستكملها إن شاء الله معه ومع لائحة إنماء صيدا إلى الأمام. وخلال جولة في السوق التجاري لمدينة صيدا وعدد من شوارع المدينة يرافقه المرشح على لائحة إنماء صيدا إبراهيم الحريري، دعا الأمين العام للاقتراع بكثافة للائحة كاملة وزي ما هي، لأن السعودي أثبت أنه رجل صدق وعمل وإنجاز وشفافية
كما أثبت فريقه البلدي بتعاونهم وتماسكهم وتضامنهم حوله أنهم على قدر الثقة والمسؤولية التي منحت لهم. في صيدا أعلنت رابطة الكلش دعمها وتأييدها للائحة رئيس البلدية محمد السعودي، والنائب هي الحريري أكدت أن صيدا ستعبر عن نفسها في الانتخابات البلدية كمدينة للتنوع والديمقراطية. أشارت النائب بهية الحريري إلى أن صيدا تعبر عن نفسها في الانتخابات البلدية كمدينة للتنوع والديمقراطية، مؤكدة احترام كل الآراء وكل معارضة إذا كانت بناءة. فما يهم في هذا الاستحقاق الديمقراطي هو أن يمارس المواطنون حقهم في اختيار مجلسهم البلدي بكل حرية، وأن لا يكون هناك أي نوع من الاسترخاء من حيث المشاركة في عملية الاقتراع. كلام الحريري جاء خلال لقاء حواري عقد بدعوة من رابطة آل الكلش في صيدا في منزل رئيس الرابطة محمد الكلش، بحضور رئيس البلدية محمد السعودي المرشح لولاية ثانية للانتخابات وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمرشحين في لائحة السعودي. وأكدت الحريري على أهمية ما تحقق من إنماء في صيدا من خلال المشاريع التي نفذت ومتابعة واستكمال المشاريع التي بدأ العمل بها في عهد المجلس البلدي الحالي، منوهة بمرحلة عهد المجلس البلدي الأسبق برئاسة أحمد كلش، والذي رأت أنه كان مرحلة تأسيسية لكثير من المشاريع التي شهدتها المدينة لاحقا. من جهته أكد السعودي أن الإنجازات التي تحققت هي لصيدا ولأهلها، وما قام به المجلس البلدي إنما هو واجب وتنفيذ لبرنامج العمل الذي أعلنه. وباسم رابطة العائلة نوه محمد الكلش بالسعودي وإنجازات المجلس البلدي، معلنا دعمه وتأييده للائحة السعودي. كما أشار إلى أن الرابطة بايعت الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونهجه لما فيه مصلحة لبنان، وهي تجدد هذه البيعة للرئيس سعد الحريري. إلى ذلك كرم السعودي فريق نادي الأهلي صيدا لإحرازه المركز الأول في التصفيات المؤهلة لبطولة نيمار جونيور 5 في البرازيل، وذلك في قاعة البلدية بحضور ممثل النائب الحريري نائب رئيس النادي الأهلي ناصر حمود. بيوم التنان البلدية تبقى مفتوحة للجميع، ونحن زي ما نقول شعارنا السياسة تقف عند باب البلدية، نحن لسنا في جيبة أحد ولن نعادي أحد. نتمنى لأبطالنا النجاح والتوفيق في البرازيل في تصفيات نيمار جونيور 5، لنا ملء الثقة بهم كي يرفعوا اسم صيدا ولبنان عاليا. كما كانت كلمة ترحيبية من ممثل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة أسامة أرناؤط، بارك فيها للفريق إحرازه المركز الأول، متوجها بالشكر لبلدية صيدا بشخص رئيسها محمد السعودي. وفي الختام جرى توزيع الدروع التقديرية على أعضاء الفريق. هنأ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق السرية الخاصة للفهود التي فازت بالمركز الأول عالميا في مسابقة المحارب للعام 2016. كلنا محاربون في سبيل أمن الدولة وأمان الناس، هذا ما أكده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال الاحتفال الذي أقيم في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في دبي لضباط وعناصر السرية الخاصة الفهود الذين شاركوا في مسابقة المحارب السنوية الثامنة للعام 2016 والتي جرت في الأردن وحققوا خلالها المرتبة الأولى عالميا. الاحتفال حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وعدد من الضباط. وعقب عرض فيلم وثائقي عن المسابقة التي شارك فيها الفهود، أكد الوزير المشنوق أننا في منطقة كلها حرائق، داعيا أن يزداد إيماننا بالدولة وبقوى الأمن الداخلي وبالجيش كي نكون على قدر التحديات. وهنأ الفهود بالإنجاز الذي حققوه آملا أن يستمروا في تحقيق المزيد من الانتصارات، كما أشار إلى الإنجاز الأمني الذي تحقق أيضا في مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية. بدي اقول انه من بيروت لبعلبك لعرسال وزحلي كل البقاع وبكره جبل لبنان والجنوب والنبطيه وعكار والشمال اثبتت وتثبت قوى الامن الداخلي عند كل اختبار امني واستحقاق سياسي او انتخابي انه مش بس الفقط انها ليست فقط العين الامنيه الساهره بل انها ايضا القوه الفاعله والضاربه في خدمة مشروع الدولة وحماية الحرية وتعزيز الديمقراطية. لما سمعت تعبير دورة المحارب تأكدت أكثر وأكثر أن قوى الأمن الداخلي بالشراكة مع الجيش اللبناني، هذه الشراكة اللي عمرها هلأ سنتين ونص أو سنتين،
بشكل تنسيق دائم ونجاح أدت وستؤدي لأنه كلنا محاربين في سبيل الدولة وفي سبيل أمن الناس وفي سبيل أمان الناس وفي سبيل استمرار حياتهم. في كتير ناس بيشكوا من الظروف اللي عم نعيشها، بس أنا بدي أقولكم أنه نحن بمنطقة كل حرائق. إذا نطلع على الخريطة حوالينا لازم نتأكد أكثر مرة أكثر من كل مرة بأنه إيماننا بالدولة وإيماننا بالوطن لازم يزداد ولازم يقوى ولازم يكون على قدر كل تحدي بيواجهه. وألقى العميد فهد الهاشم قائد وحدة القوى السيارة كلمة نوه فيها بالإنجاز الذي تطلب شجاعة ومهارة عالية وتدريبات مكثفة، مشيرا إلى أن الفهود كانوا مصممين على الفوز رغم الإمكانات الضئيلة. وفي الختام جرى توزيع شهادات التقدير على الرابحين، والتقط الوزير المشنوق واللواء بصبوص الصور التذكارية مع السرية الخاصة الفهود. اندلع حريق بغرفة أجهزة التبريد الواقعة في الطبقة الأولى من مبنى دندشلي الكائن عند تقاطع إيليا في صيدا، سرعان ما تمددت إلى الطبقات الأعلى وغطت سحب من الدخان الكثيف سماء المنطقة. وعلى الفور هرع إلى المكان عناصر الدفاع المدني وفوج إطفائية بلدية صيدا حيث عملوا على إخماد النيران. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. كتائب الأسد تبدأ باقتحام درية بريف دمشق وهجوم لداعش على دير الزور. واختتام جولة المفاوضات اليمنية المباشرة من دون تقدم. أهلا بكم من جديد. بدأت قوات النظام السوري اقتحام مدينة درية بريف دمشق من الجهة الجنوبية في خرق جديد للهدنة، بينما قتل أكثر من 20 عنصرا من كتائب الأسد في هجوم لتنظيم داعش على مستشفى في مدينة دير الزور. ارتفعت حدة المخاوف في الساعات الأخيرة من إمكانية انهيار الهدنة في سوريا على خلفية التصعيد العسكري الممارس من قبل قوات نظام بشار الأسد ضد مدينة درية الواقعة في ريف دمشق. فقد مهدت كتائب الأسد الطريق أمام حملتها العسكرية الجديدة بعمليات استطلاعية جوية وبقصف مدفعي وصاروخي مكثف طال المنطقة الجنوبية للمدينة، تزامنا مع تحركات لآليات تابعة للنظام وحلفائه على الجبهة نفسها. وبينما نفت المعارضة ما تداوله إعلام النظام حول خرق الجيش الحر في درية للهدنة وأن القصف المركز يأتي ردا على ذلك، ذكرت معلومات أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو اقتحام درية وحرق المحاصيل التي زرعها الأهالي لتركيعهم وإذلالهم أمام المجتمع الدولي بأسره. أما على جبهة دير الزور فقد قتل العشرات من قوات النظام في هجوم شنه تنظيم داعش على مستشفى الأسد جنوب المدينة، وأعقب الهجوم اشتباكات في محيط المشفى، بينما تحدثت معلومات عن سيطرة التنظيم على مواقع عدة تابعة للنظام منها مستشفى الأسد والسكن الجامعي ومستودعات الحبوب على أطراف المدينة. وفي حلب قتل العشرات من عناصر داعش بقصف مدفعي تركي وغارات للتحالف الدولي استهدفت مواقع تابعة للتنظيم، بينما حررت فصائل المعارضة قرية يحمول من داعش، كما نفذت طائرات حربية عدة غارات على أحياء عدة من مدينة حلب. والتنظيم المتطرف الذي يتلقى ضربات موجعة من قبل التحالف الدولي ويعاني تهديدا جديا من قبل فصائل المعارضة أعلن حالة الطوارئ في مدينة الرقة أبرز معاقله في سوريا بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية. في الكويت اختتمت جلسة المشاورات اليمنية المباشرة بين وفدي الحكومة والانقلابيين من دون إحراز أي تقدم، فيما ثمنت الرئاسة اليمنية الجهود السعودية في القضاء على عملاء إيران في اليمن. جاء
جلسة محادثات مصغرة بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين انتهت في الكويت من دون تسجيل أي خرق في جدار المشاورات التي تراوح مكانها منذ 24 يوما. فقد أخفق المفد الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في ردم الهوة بين الطرفين اللذين اجتمعا ممثلين بأربعة أعضاء عن كل وفد منهما، وأفيد بأن الحكومة تمسكت باستعادة مؤسسات الدولة في المقام الأول وانسحاب المسلحين من المدن، فيما تمسك وفد الحوثيين وصالح بضرورة تشكيل حكومة توافقية أولا يكونون شركاء فيها على أن تتولى الإجراءات السياسية والأمنية. وعقب الجلسة أعلن رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي أن هوة الخلاف مع وفد الإنقلابيين واسعة، لأن الحكومة تناقش من أجل عودة الدولة لتكون مصدر أمان للجميع، أما الطرف الآخر فيفكر فقط بتقاسم السلطة. في هذا الوقت ثمنت الرئاسة اليمنية جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومة المملكة في عمليات استعادة الشرعية في اليمن والقضاء على العصابة الإنقلابية العميلة لإيران. وفي الميدان اليمني وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة مأرب قادمة من السعودية، كما تم إرسال قوات عسكرية إلى جبهة نهم شمال شرقي مدينة صنعاء لمواجهة الخروقات والهجمات المتكررة للميليشيات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. إحياء لذكرى النكبة 68 نظم فلسطينيون مسيرة باتجاه قرية الطيرة التي حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى مستوطنة وبات غالبية أهليها لاجئين في حيفا. وللمناسبة نفسها ألقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خطابا جدد فيه رفض حركته الاعتراف بشرعية دولة إسرائيل. لا شرعية للاحتلال ولا شرعية للاستيطان، وتقادم الزمن مهما طال لا يمنح الاحتلال الشرعية، واختلال موازين القوى لا يعطي للمحتل شرعية، وبالتالي لا شرعية للاحتلال ولا اعتراف بهذه الشرعية الموهومة. مقاومة الاحتلال حق مشروع وواجب وطني وواجب ديني، وهي طريقنا الاستراتيجي للتحرير. يعتبر اللبناني الأصل لويس أبي ناظر منافسا قويا في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها غدا جمهورية الدومينيكان، فهل يحتفل لبنان بتتويج رئيس ثان خارج حدوده خلال أسبوع واحد؟ بعد يومين على تولي اللبناني الأصل ميشيل تامر رئاسة البرازيل بالوكالة، قد يتبوأ مهاجر لبناني آخر سدة الرئاسة، وهذه المرة في الدومينيكان. إنه اللبناني لويس أبي ناظر الذي يخوض منافسات السباق الرئاسي في جمهورية الدومينيكان، حيث يحظى بشعبية واسعة تجعله الأوفر حظا للفوز. هذه الجماهيرية الهائلة اكتسبها منذ رشحه حزب الثورة المعارض للرئاسة في العام 2014، حتى بات يشكل مصدر قلق بالغ لخصمه الرئيس الحالي للبلاد دانييلو مدينا الذي يسعى لولاية رئاسية جديدة. ابن بلدة باسكنتا المثنية ولد في سانتو دومينغو العام 67، المحامي المتخصص في العلوم السياسية والمال من جامعة هارفارد ورجل الأعمال الناجح الذي يملك شركات عدة في جمهورية الدومينيكان. والده هو السيناتور السابق خوسي رافائيل أبي ناظر المولود بدوره في سانتو دومينغو لوالدين هاجرا من لبنان في العام 1906. المرشح الشاب متأهل من ركال عريجي وتربطه علاقة متينة بالجالية اللبنانية في الدومينيكان، وهو لا ينفك يطالب بفتح سفارة لبنانية في سانتو دومينغو. ونصل إلى صفحة الأحوال الجوية.